دراسات علمية وخبراء دوليين حذروا من خطر التطورات الجديدة في التكنولوجيا اللي بتشتغل على الذكاء الاصطناعي. طبعا في جوانب إيجابية وسلبية ليها. بعض الخبراء أكدوا أن 2024 هيشهد زيادة كبيرة جدا في حجم الجرائم الإلكترونية، ده عشان لازم يكون في توعية كبيرة بمخاطر المحتملة وإزاي ممكن نتفادى الجرائم الإلكترونية من جراء تطبيق الذكاء الاصطناعي خلال 2024. خلينا نعرف إزاي نحمي نفسنا من المخاطر المحتملة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. بنرحب بدكتور أمير رشدي، أستاذ مساعد هندسة الروبوتكس والميكاترونكس بالجامعة الألمانية بالقاهرة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وسنة سعيدة على حضرتك وكل المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. توقعات دولية وأبحاث ودراسات بتأكد إن 2024 هنلاقي فيها تحولات كبيرة في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. الكلام ده حضرتك شايفه من أنهي وجهة نظر وهينعكس على الناس إزاي يا دكتور أمير؟ حقيقي الصراحة احنا سنة 2024 هي تعتبر سنة الـ Artificial Intelligence أو سنة الذكاء الاصطناعي، خاصة إن إحنا السنة اللي فاتت من أقل من 10 شهور، يعني كانت في بداية 23، حصل طفرة كبيرة في أنظمة استخدامات الذكاء الصناعي. بدأت الناس كمان مش بس في المعامل وفي الجامعات، لا، الناس اللي معاها، أي حد معاه موبايل يقدر دلوقتي كان بيشتغل بيه السنة اللي فاتت. الفترة اللي جاية إن شاء الله اللي هي سنة 24، الفكرة إن إحنا في دلوقتي نقدر نلخص، نقول عندنا اربع محاور هيشتغلوا فيها سواء الشركات او الجامعات او المراكز البحثيه في موضوع الذكاء الاصطناعي. هي مش بس ان احنا هيبقى عندنا تطبيقات اكتر، احنا لو بنتكلم على اول 23، من اول تقريبا شهر مارس كان في سنه 23 كنا بنتكلم على 2-3 ابلكيشنز، النهارده عندنا اكتر من حوالي 500 لابلكيشنز تقدر الناس او عامه الناس تقدر تشتغل بيها في جميع مناحي الحياه. استخدامات الذكاء الصناعي وتطويراتها هتبدا مش بس في الابلكيشنز، ده في شركات زي وجامعات زي جامعة كاليفورنيا سان دييغو بدأوا يشتغلوا على تطوير الماتيريال، المادة الخام أصلا اللي هي بتتعمل في الرقائق الذكية أو نقول الشرايح الإلكترونية اللي بيتم تطبيق أنظمة الذكاء الصناعي عليها. بيستخدموا مواد جديدة اسمها أكاسيد الفانديوم، وأكاسيد الفانديوم دي هي هتبقى مادة بتريبليس أو بتغير او مكان مواد السيليكون اللي هي كان بيتم تصنيع منها الرقائق الالكترونيه، وده هيدي طفره اكتر في كميه الداتا او الداتا اناليسيس او تحليل البيانات بشكل اقوى. شركات زي نيورال نتورك، زي نيورال لينك اللي هي بتاعت تسلا، ايلون ماسك هيبدا خدوا خلاص ابروفال السنه اللي فاتت 23 ان هم يقدروا يحطوا تشيبس جوه المخ البشري، فده يقدر يعالج بعض من الامراض وممكن كمان بيساعد. ده انجاز اظن هيبقى مهم جدا للبشريه، زي ما حضرتك بتقول كمان فكره ان وضع رقائق بسيطه في المخ البشري وكمان التنبؤ ببعض الامراض وغيرها، ده كله الجانب الايجابي وهيزيد طبعا في 2024. حابب اسال حضرتك دكتور امير حول هذه الدراسات الجانب السلبي، يعني الجانب الخاص بالجرائم الالكترونيه، التحايل على الذكاء الاصطناعي شايفه ازاي في 2024 كما تحذر بعض الدراسات؟ الفكره هي موضوع يعني تزامني، بالتزامن مع الكلام الطفره التكنولوجيه الكبيره نقدر لازم نتكلم كمان على الطفره الاخلاقيه. صحيح. او الطفره الامنيه اللي هو السايبر سيكيورتي، ازاي نحمي البيانات دي. فهي مش بس ان انا يبقى عندي امكانيه ان انا نطلع ابلكيشنز اكتر، وده متواجد حاليا في الوقت الحالي، لكن الفكره ازاي نحمي البيانات دي. حمايه البيانات دي بيتزامن حاليا مع اغلب الشركات اللي هي نقول العمالقه الارتفيشال انتليجنس زي شركه اوبن اي اي اللي هي عندها منتج تشات جي بي تي، او جوجل براد وكو بايلوت من مايكروسوفت. الثلاث شركات دول حاليا بيشتغلوا على انظمه حمايه الداتا سيت او البيانات الرقميه، بمعنى حاجتين، ان انا يكون عندي اول حاجه تعريف بالبرودكت اللي طالعه، المنتج اللي بيطلع عن طريق الذكاء الصناعي ده، ان يتم التعرف عليه، يعني يتم التعرف على ان المحتوى اللي قدامي ده انتاج اولا صناعه يعني الذكاء الاصطناعي.
علشان فكرة إن أنا يبقى عندي كل الداتا المتاحة قدامي هي أبقى بصنف مين إنتاج بشر ومين إنتاج مكنة أو ماشين. ده أول تطبيق إحنا لازم نفهمه. تاني تطبيق اللي هي الحوكمة، نقول إدارة المخاطر أو إدارة الأمن على الداتا دي، إزاي نقدر نحمي ده؟ ودي برضو بيبقى ليها زي artificial intelligence تاني مقابل، زي بيبقى حاجة اسمها generative اللي هو يقدر يحلل البيانات ويعمل analytical study ويبدأ يأمن الداتا دي، لأن استخدامات الداتا الكتيرة دي زي ما لسه بنقول إن ممكن يبقى فيه تشيب جوه مخ بني آدم أو في قلب بني آدم بتعالجه أو بتاخد منه شوية إحصائيات. ده مشكلة كبيرة، لأن أنا بالتالي ممكن يحصل تهديد لبني آدم ده، ان انا ممكن اعمل اتحكم في المخ ده او اتحكم في المرض اللي عنده، ودي تبقى مشكلة. لكن الفكرة كلها ان السايبر سيكيورتي ده تطور برضو ان بارلل، بيمشي بالتزامن مع التطور اللي بيحصل سواء في الجنريتيف اي اي او البرسبشن اللي هو الوعي اللي بيحصل في الابلكيشنز دلوقتي. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور أمير رشدي، أستاذ الميكاترونكس بالجامعة الألمانية بالقاهرة. صباح الخير على حضرتك.